البنت اللي في السيما قالت للواد اللي بتحبه: يا ريتني حتة منك، عايزة أكون جوه قلبك وروحك. كلام فارغ لكن لذيذ. شخصيتنا الرئيسية النهاردة صديق المشاهد هتكون بنت غنية وطلع البيت مع حبيبها عشان يحتفلوا، بس وهما طالعين في الأسانسير بيلاقوا متشرد كان نايم. البنت الغنية بتبص له وتقول: متشرد؟ أنا نقطة ضعف المتشردين. بيقطع حبل أفكارها حبيبها وهو بيقول: أسانسير اللي أنت بتنام فيه يا عم، وتطلع فنان تنام في بيتنا بالمرة. البنت الغنية بتسرح شوية وبتقول: يا ريت. تقريبا عندها فتش متشردين. عموما نكمل ونشوف العالم ده. بيطلع الراجل المتشرد من الأسانسير وبيتأسف ليهم جدا. بيرد حبيبي البنت الغنية وبيقول: بس أنا مش متقبل أسفك. البنت الغنية بقى ذات نفسها بتسرح في عيون المتشرد وبتقول: يا فنان عيونك فيها حزن. بس حبيبها بيقطع عليهم خلوتهم وبيقولهم: انتوا بتبصوا لبعض ليه؟ وبيروح المتشرد يشكر البنت الغنية عشان عرضت عليه المساعدة وبيتأسف ليهم تاني مرة وبيسيبهم وبيمشي. بتروح البنت الغنية عشان تركب الأسانسير وتنادي على حبيبها، بس بيسيبها وبيمشي وبيقول: أسانسير ايه بقى؟ أنا هطلع السلالم. في نفس الوقت اللي البنت الغنية فيه بتلاحظ شنطة قديمة لونها روز نساها المتشرد في الأسانسير. وبتطلع وبيجي وقت العشاء والاحتفال مع حبيبها في بيتهم، أكل وشموع وإزازة سيفن للسهرة. بس كل ده بيتبخر لما حبيبها بيقولها: نحتفل بإيه بالظبط؟ بالمنصب الجديد اللي انت مش عاوزة ترقيني ليه لحد دلوقتي؟ ورا ابن الشركة اللي تعبان فيها بقالي أسبوعين؟ بتقعد البنت تتأسف له وتقول له: اصبر شوية، كل حاجة بتاخد وقت. بيبدأ حبيبها يخبط بظهر الشوكة على الطبق، تقريبا كان بيتفرج على جعفر العمدة في رمضان اللي فات. بعدها البنت بدأت تخاف منه ومن عصبيته، تقريبا عندهم بره الحاجات اللي زي دي بتتعب نفسيتهم. انت متخيل القسوة والحياة الصعبة اللي البنت عايشاها صديق المشاهد؟ مأساة ربنا يكتبها علينا. في نفس الوقت اللي بدأ الباب يخبط وقام حبيبها عشان يفتح ويشوف مين، وكده كده هو متعصب بسبب الترقية اللي اتأخرت، فقال لك: مصلحة نطلع عصبيتنا دي على حد. بيفتح الباب وبيلاقي ساكن من العمارة وبيقول له: المتشرد ده عمال يدور عليك في كل مكان، ويا ريت يعني حضرتك تتصرف معاه. بيقول له: والله ما أنا دي المدام. بصراحة هو ما قالش حاجة، أنا كنت بجود من عندي. بيجي المتشرد وبيتأسف جدا للراجل، بس الراجل مش بيديله فرصة وبيترد وبيقفل الباب. بس وقتها بتيجي البنت الغنية وبتسأل حبيبها: مين اللي كان على الباب؟ رد وقال لها: حبيبك. استغربت وقالت: المتشرد؟ بتفتح الباب وبتقول له: انت جاي عشان الشنطة بتاعتك اللي نسيتها في الأسانسير صح؟ بيرد عليها بالإيجاب. بتخش البنت وبتجيب الشنطة وبتطلع تاني عشان تديها له. بيشكرها جدا وبيقول لها ان الشنطة دي كان فيها حاجات مهمة جدا ليا. بيرد حبيبها وبيقول له: حاجات مهمة ايه؟ انت هتعمل فيها مهم؟ انت متشرد يلا. في نفس الوقت اللي بتسرح فيه البنت في عيون المتشرد بتقول: الله عيونه فيها غموض كمان. بتطلب منه البنت ان هو يستنى دقيقة وبتدخل تلم الأكل جوه الشنطة عشان تديها له، كيكة شوكولاتة وعنب وعلبة كافيار. بيتعصب حبيبها وبيقول لها: كافيار ايه اللي رايحة تديه المتشرد انت كمان؟ هيحتاجه في ايه مثلا؟ ردت عليه حبيبته وقالت له: طب وانت محتاجه في ايه مثلا؟ بيرد عليها وبيقول لها: لا ولا حاجة، كده كده الليلة باظت، اديله الكافيار واديله العنب واكتبي له الشقة كمان باسمه. بتسيبه البنت وبتمشي عشان تطلع تدي الشنطة للمتشرد، وهو بيرفع الكاس وبيشربه وبيقول: كويس انها نسيت السيفن. بتديله الشنطة اللي فيها الأكل وبتقول له: اتفضل. بيشكرها جدا وبيقول لها ان هو بقاله فترة طويلة محدش عامله بالتعاطف ده. البنت الغنية بتبتسم وبتكلم نفسها وبتقول: تعاطف ايه بس يا فنان، اعطف عليا انت وتعالى عيش معانا. بيشكرها المتشرد تاني وبيتقفل الباب. وبترجع البنت تاني لحبيبها اللي بيقول لها: روح اغسل نفسي بالصابون عشان صبايا الخير اللي انت معيشانا فيها دي. وبيعدي اليوم وبتطلع البنت من اوضتها عشان تتفاجئ بالمتشرد قاعد قدام بيتها. فبتروح البنت الغنية وبتساله: ايه اللي مخليك قاعد كده؟ بيبدأ المتشرد يكلمها وبيقول لها: انت ساعدتيني كتير الحقيقة، وجه الوقت ان احاول اساعدك انا كمان. بتستغرب البنت الغنية بس مش بترد عشان يكمل كلامه. بيبدأ يرجع فلاش باك وهو بيحكي لها وبتشوف حبيبها بيخونها مع بنت تانية، وبتسمع من كلامه معاها ان هو مكمل في العلاقة دي عشان الترقية مش اكتر، وبعد كده هيسيبها عادي. بنرجع للوقت الحاضر، وبعد ما بتسمع القصة بتتعصب البنت جدا وبتزعق له، بتقول له: انت ليه بتقول الكلام ده وليه حكيت لي؟ بتبدأ البنت تنهار وبتقول له: انت مفكرني مش عارفة؟ انا عارفة ان هو بيتسلى بيا، بس انا محتاجاه لاني مش بحب اكون لوحدي. بتبدأ تعيط وتتأثر اكتر وبتقول ان حياتها دايما مع الرجالة فاشلة. اقول لك، تحب تسمع حاجة تضحكك؟ انا مرة واحد صاحبني في الجامعة عشان الملخصات اللي كنت بكتبها وبذاكر منها، تقريبا كانت دحيحة الدفعة. بيبدأ المتشرد يتأسف لها ويقول لها ان هو ما كانش يعرف انها تزعل كده، وان هو فكر انه كده بيساعدها، وبيقول لها ان هو لازم يمشي ومش هيسبب ليها اي ازعاج تاني. بس البنت الغنية بدأت تعجب بيه اكتر، لان هو الراجل الوحيد اللي ساعدها في حياتها من غير ما ياخد منها حاجة، وبتنادي عليه وبتقوله: لو عاوز تدخل تاخد شاور اتفضل. علاقة غريبة ومريبة والله، ولو شايف ان علاقتك او علاقتك اغرب من كده اعملوا لايك وشير الاول وبعدين روحوا انفصلوا. بيدخل البيت وبياخد شاور وبيطلع من الحمام بهجة تاني خالص. معرفش الحقيقة نوع الحمام اللي تدخل تستحمى فيه تلاقي نفسك طالع منه حالق، لأ وكمان عامل سشوار. بتبدأ تبصله البنت الغنية بإعجاب وبتقول لنفسها انه مش عينيه بس اللي جميلة،
القس بيقطع حبل أفكارها وبيسألها لو فيه هدوم. بترد عليه وبتقول له الروب بتاعي متعلق في الحمام تقدر تاخده. بيرد عليها وبيقول لها أنا متشرد بس استحالة ألبس روب حريمي أنا راجل. بيطلع الراجل قصدي المتشرد وهو لابس الروب بتاعها. بتضحك البنت وهو كمان بيضحك. وبيجي وقت العشاء وبيقعدوا في عشاء رومانسي جميل وشعري صديق المشاهد ربنا يكتبه علينا، بس من غير الروب اللي هو لابسه ده. بتفكر البنت شوية وبتسأله الشنطة غالية عليك قوي كده ليه؟ بيرد عليها وبيقولها ان الشنطة دي الحاجة الوحيدة اللي اتبقت له من بنته الصغيرة. بيسكت شوية وبعدين بيبدأ يكمل، كنا في البحر وسهيت عنها لدقايق كانت غرقت ومحدش لحق ينقذها، وبعدها جوازي باظ وقبل ما اخد بالي كانت باظت معها كل حاجة وبقيت زي ما انت شايفة متشرد. بيخبط الباب وبتروح البنت عشان تفتح، وبتلاقي حبيبها بيدخل يتهجم عليها وبيقول لها بدل ما ترقيني بترفديني. بيجي المتشرد وبيقول له مالك بيها يا نجم. بيستغرب الراجل شويه وبيقول له شفتك فين قبل كده. رد عليه المتشرد اللي ما بقاش متشرد وقال له في الاسانسير. بيستغرب الراجل لحد ما بيستوعب ان هو المتشرد وبيقعد يضحك، وبعدها بيسيبهم وبيمشي وهو عمال بيضحك. تقريبا الفيديو هيخلص وبرده هيفضل هو بيضحك. بيرجعوا لكوبايات السيفن اللي بيشربوها وللجو الرومانسي والشاعري، وبتساله لو في حاجه تقدر تعملها وتساعده بيها. بيرد عليها وبيقول لها تتجوزيني. وبكده انتهت حلقتنا النهارده برعايه افلام لاف باستر لتقليل النقص العاطفي. فلو انت كمان عندك نقص عاطفي زي كده صديق المشاهد، اعمل لايك واشتراك وشير للحلقه، ولو ما عندكش برضه اعمل. يعني مش كفايه سنجل وعمال انزل حلقات كلها رومانسيه؟ وبس كده، اشوفكوا الفيديو الجاي. سلام.